النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة خلال الفترة القادمة. بحمد الله هطلت كميات أمطار كبيرة سنستعرضها بعد قليل خلال فترة تأثير المنخفض الجوي العميق العاصف الذي أثر على المملكة خلال 48 ساعة القادمة. إذن محاور هذه النشرة تتحدث، أو في المحور الأول يتحدث عن انتهاء تأثير هذا المنخفض الجوي خلال الساعات القليلة القادمة، أي مع ساعات ليل السبت على الأحد، وذلك عن معظم أو عموم مناطق المملكة. توقعات باستقرار الأجواء وحدوث ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات حارة يومي الأحد والاثنين وحتى ساعات صباح الثلاثاء، قبل أن تتأثر المملكة بالمحور الثالث. الحديث هنا عن منخفض جوي جديد مع ساعات عصر ومساء الثلاثاء يمتد حتى نهاية هذا الأسبوع الجاري بمشيئة الله. قد يكتسب هذا المنخفض الجوي الدرجة الثانية، أي الاعتيادية، على مستوى تصنيف طقس العرب الخاص بشدة المنخفضات الجوية الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. سيتبع هذا المنخفض الجوي الجديد بمشيئة الله بحسب التقديرات والتحديثات الأولية الدرجة الثانية أو الدرجة الاعتيادية، بمعنى منخفض جوي شتوي اعتيادي. هذه كميات الأمطار المسجلة لدينا هنا في طقس العرب حتى الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم السبت، يعني لا يزال المنخفض هنالك بعض الأمطار غير مسجلة بهذه الكميات. نلاحظ معكم كميات أمطار كبيرة فعلا قد هطلت في أرجاء عدة في المملكة، لامست حاجز 100 ملم كما كان متوقعا وكما تم الحديث عنه هنا في طقس العرب. مثلا بالسلط كميات الأمطار كانت بحدود 100 ملم، كانت بحدود مرتفعات جرش وعجلون بحدود 60 إلى 70 ملم، في مدينة مادبة كانت الكميات بحدود 85 ملم، مثلا الكرك كانت بحدود 90 ملم، الطفيلة حتى 75 ملم، ولا تزال الأمطار تهطل في هذه المناطق مع ساعة إعداد هذه النشرة وتوقعات بزيادة هذه الكميات مع ساعة عصر ومساء هذا اليوم يوم السبت لتقترب من حاجز 100 ملم فوق العديد من تلك المناطق في حالة جوية غير اعتيادية نسبة إلى المرتفعات الجنوبية. نلاحظ معكم من صور الأقمار الاصطناعية والتي توضح حركة السحب من حولنا، نلاحظ معكم وجود كميات كبيرة من السحب الممطرة كانت قد عبرت سماء المملكة خلال ساعات الليل الماضية وتسببت بمشيئة الله بتأثير الذروة الثانية لهذا المنخفض، والتي جلبت كميات أمطار كبيرة وهامة إلى عموم مناطق المملكة وتشكلت على إثرها السيول والفيضانات. تحركت هذه الحزم بحركة دوانية ملفتة كما هو مبين نحو غرب الأراضي العراقية، حيث متوقع أن يتلاشى هذا المنخفض الجوي خلال ساعات هذا اليوم فوق الأراضي العراقية. لكن نلاحظ معكم السماء تدفق بعض السحب الركامية ويتخللها بعض السحب الممطرة يتخللها بعض السحب الركامية من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مباشرة نحو المملكة ودولة فلسطين، كذلك الحال لبنان سوريا، مما يعني استمرار هطول زخات خفيفة إلى متوسط الشدة فيما توقع من هذا اليوم حتى ساعات الليلة القادمة المتأخرة قبل انحسار هذه السحب كليا عن المملكة وحدوث استقرار في الحالة الجوية. ننتقل معكم الآن للحديث حول درجات الحرارة في طبقات الجو المنخفضة المتوقعة خلال اليومين القادمين. توقعات بأن يطرأ ارتفاع تدريجي وطفيف على الحرارة كما هو مبين في هذه الصور. لا تزال الأجواء باردة، درجات حرارة تقريبا من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام. يوم الأحد مثلا مع ساعات الظهيرة يحدث ارتفاع واضح في هذه المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة وشمالية من السعودية وشمالية من مصر، في حين تزال أجواء باردة صوب المناطق الشمالية صوب لبنان سوريا، كذلك الحال شمال دولة فلسطين. لكن هذا الارتفاع مستمر في درجات الحرارة حتى يوم الاثنين كما هو مبين. كما نلاحظ معكم هناك ارتفاع آخر يوم الاثنين على الحارة بحيث تقترب من حاجز 20 درجة مئوية في بعض المدن الأردنية، تكون أقل من ذلك في العاصمة عمان بمشيئة الله تعالى. نلاحظ معكم من خلال هذه الخريطة درجات حارة في طبقة 500 مليبار والتي ترصد الحركة المتوقعة للمنخفض الجوي القادم بمشيئة الله تعالى. لاحظوا معي هذه البرودة في الطبقات، يتوقع أن يطرأ عليها برودة كبيرة في المناطق القادمة من الجزر اليونانية، كذلك الحالة التركية، وذلك مع ساعات ليل الثلاثاء الأربعاء وكذلك الحال يومي الأربعاء والخميس. لاحظوا معي هذه البرودة الكبيرة في هذه الطبقات في هذه الأماكن، متوقع توجه هذه البرودة نحو أجزاء عدة في
الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها مناطق المملكة بمشيئة الله، وذلك مع نهاية هذا الأسبوع، حيث المتوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد يتبع الدرجة الثانية، الدرجة الشتوية الاعتيادية. التوقعات الخاصة بالعاصمة عمان خلال الليلة القادمة، توقعات بتشكل الضباب فوق العديد من مناطق المرتفعات الجبلية، ربما حتى مع ساعات الليل المتأخرة في مناطق البادية والسهول والطرق الصحراوية النافذة في المملكة. نلاحظ معكم في العاصمة عمان أجواء ضبابية متوقعة هذه الليلة مع حدوث تدن متفاوت في مدى الرؤية الأفقية وهطول زخات خفيفة إلى متوسطة شدة من الأمطار، لا سيما مع ساعات الليل الأولى، مع نسب رطوبة مرتفعة تقارب حاجز 100% ورياح معتدلة السرعة إجمالا داخل العاصمة عمان. توقعات الخاصة بالثلاث أيام القادمة، كما تحدثنا يومي الأحد والاثنين هنالك بدء ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصل يوم الاثنين إلى 18 درجة مئوية في العاصمة عمان، تقترب من حاجز 20 درجة مئوية في العديد من المدن الأردنية. يوم الثلاثاء تعاود درجات حرارة انخفاضها تمهيدا لوصول هذا المنخفض الجوي الجديد مع أيام وسط ونهاية هذا الأسبوع، هنالك انخفاض بحدود 3 درجات مئوية عن يوم الاثنين، تكاثر السحب ارتفاعات مختلفة تهيئ الفرصة لا سيما مع ساعات العصر والمساء لهطول زخات من الأمطار في العديد من المناطق، يرافق ذلك هبوب الرياح نشطة الصغرى ليل الثلاثاء الأربعاء في العاصمة عمان بحدود 7 درجات مئوية فقط. إذن كملخص لهذه النشرة الجوية، توقعات باستقرار الحالة الجوية مع ساعات الليلة القادمة المتأخر ويوم غد الأحد، حدوث ارتفاع تدريجي على الحارة حتى يوم الاثنين، مع ساعات نهار يوم الثلاثاء تأثير لمنخفض جوي جديد يستمر حتى نهاية الأسبوع، يتبع هذا المنخفض الجوي الجديد الدرجة الثانية أي الدرجة الاعتيادية وفقا لتصنيف طقس العرب الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.